أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي. سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. شوفوا باش بديت لكم بمطلوع ماما. الله الله، ربي يحفظها ان شاء الله، وربي يحفظ جميع امهات المسلمين. هذه في دار اختي، كانت ماما عند اختي وعرضوني الفطور انا وعائلتي. هيا رحت لعندهم وهصور لكم الكواليس تاع الكوزينه قبل الفطور وقبل ما نحطوا طاوله الافطار. رحت نقرعج في الكوزينه، شوفهم شام يديروا وش جدوا وش مازال. هنا اختي يدير في البوراك، هذه لي كولت بريمير جو بونس. قلت لكم اليوم ندير لكم لا فيديو تاع العرضه اللي عرضتها لي اختي مع ماما. الله يبارك، كل شيء كان بالطبع، كل شيء كان بالحطه اللي حب الحطه، اللي حب الوصفات الشابين تاع العرضات، اللي حب الماعن. ننصحكم بهذا لا فيديو 100% بزاف، راح تستفادوا ان شاء الله. وكاين ولا عندي بزاف دي فيديو راني مخبيتهم، مشغول كل ما نطيب ولا كل ما ندير حاجه نصور لكم. مي الوقت الله غالب، الوقت ما كاش كيفاش باش نحط لكم وندير مونتاج، ومنا مانيش لحقه كامل كامل، ما تاع صح مانيش لحقه. يا هذا النهار داروا فيا مزيه ماني اونسنت، قالوا لي روحي تفطري عندنا، تهنا شويه من الطياب ومن الفطور وشغل الدار. هنا جيت نقراش، قلت لها ماما جاكي دايره، قد تفتح لي في تفلها تفتح لي تقول لي شوفي هنايا دارت رولي سكالوب محشي بالفرماج وفياند وبيض، شغل هكا بيضات كاملين ومرضتهم كيما راكم تشوفوا في البيض ولا شابلوغ. ابخي بعدا كي طيبو تقطعهم في لي فيديو في شغل لي فوتو جايين تشوفوا كيفاش تشاو الشكل تاعو. الماكله مانيش نشكر فيها، مي بزاف بنينه الله يبارك، ما لقيناوش ناكلو واش نخليو تلمو. الله يبارك، دارت بزاف وصفات وحطت بزاف في الطابله، دوك من بعد تشوفوا واش حطت لنا كامل. الله يبارك، الطابله ما كفاتش. ها هنا كيفاش جا من داخل، دارت هذا كومبانياتو بال صوص بلانش بالكريم فريش وفرماج وزيتون وشامبينيون. دوك ثاني كم بعدا تشوفوها، درت زوج من الغولي هذا، درت واحد ودوزيام. وهنا اختي راهي دير في الفرماج في المطلوع كي طاب سخون. الله الله، شكون مازال يسقى قهوه بالحليب؟ شغل يبدا بالحليب، قهوه حليب جو فودير، وكسرها بالفرماج باش يقدر يبدا الفطور تاعو، بدا يجوز للشوربه ودوزيام بلا والاخرين. حنا دارنا مازال وانا كي تزوجت لا حبست هاد العاده، راني ناكل تمر، نفطر تمر بالماء ماشي حتى بالحليب. باسكو اصلا كي قاعده نشوف فهاد لي فيديو تاع لي ميدسان قالك دي كونسييت باش تفطري بالحليب ولا اللبن. شوفوا الله الله، هذيك الكسره مطلع بالفرماج. لهنا انا وريت لكم واش جبت لهم انايا، بالمقدر لهم راجلي باسكو كي جيت انا جيت ديريكت، ومن بعد جا راجلي جاب حوايج هكا خفاف تاع السهره، جاب خبز، جاب قيله واش جا، جاب في طريقه جاب ثانيك الباتيسري، حوايج تاع السهره وخلاص. اول هنا راهي توجدت في السلطه برسك، هنا وقريب الفطور. شوفوا دارت هاد الرولي تاع السلق فاقسي فاقسي نورمالمون بالكاشير والفرماج، ولهنا دارت السمبوسات بالفلفل فاقسي تانيك او مرولي بلا بات. ولهنا لي فولوفون هادو كامل، هادو في ميزون كامل دارتهم ماما واختي طيبوهم مع بعضهم. الله يبارك، شوفوا كيفاش لاباط ولا فارس هايله.
بلا نحط لكم الوصفات اللي كاش ما حبت وصفه تقولنا، تقول لي نخلي لها في لي كومونتير من بعد الوصفات تاع كل وصفه من اللي راكم تشوفوا فيهم، باسكو كلش راهم طيب في الدار، ما كانش حاجه مكومونديا ولا شوفوا الشرب الله الله بلي بولات وباللحم وما شاء الله. الا هنايا جات باش تقلي كيما شتو البوراك باسكو قريب يأذن، ولا هنايا العاده تاع دارنا لان حرقتني حلت باش نوري لكم القهوه طارت عليا كامل. العوايد تاع دارنا يفطروا كيما قلت لكم بحليب سخون هكا قهوه حليب باش يجوزوا البلا برينسيبال. هنا ماما تطوي في لي سيرفيات لا يعطيها صحتها مازالها قادره وواقفه، انا نتفنين على دو الحوايج بزاف، يا الله يعطيها الصحه كل شيء فيني بيان الله يبارك. وهنا اختي راهي رايحه تبريباري طابله، بدات تغسل في الماء اللي راح تحطهم. انا فريمون ما درت حتى حاجه ما نكذبش. انا اختي اللي تحت انا غير نصور، قلت لها صبري نصورو نديرو فيديو للمتابعين عندي بزاف ما طليتش عليهم. هنا بدات تحط في الطابله، عجبني بزاف صغري تاع الطابل تاعها، مام الكيسان تاع الغاز وزويتو كل شيء ما شاء الله، ولا كل شيء بالطبع. شكون عجبو تاني كيخلي لي في لي كومونتير. هلا بريحتها لي، هلا باللي الي، هلا بتالي العمر، هلا هلا بالاولي. هلا بريحتها لي، هلا باللي الي، هلا بتالي العمر، هلا هلا بالاولي. هنا راهم كامل لايحين يديهم كل واحد واش راه يدير، غير لعلكم انا راني نصور. اي اختي وبنت اختي راهم يوجدوا في الطابله. ابخي من بعد هنايا جات باش تحط لي زاسيات تاع لي زونتري هادو منا. ابخي ما كفاتش الطابله الله يبارك، قلت لكم دارت بزاف حوايج ما كفاتش الطابله. ومن بعد راحوا باش زادوا جابوا طابله واحده اخرى زدوا حطوا فيها، شوفوا يتبان نورمالمون من هيك تلمو الله يبارك عندهم مش حطوا لي. رحت غير انا وزوج تاعي وبنتي الله يبارك ما خلاوش يحطوا، ارضوا عليها الكلام. كيما راكم تشوفوا تمر السلطه الحميص الفوليفون الرولي سلق وشربة، وذاك الرولي تاع الفيوند فاسي بالبيض مع صوص بلانش تاعو. تاني وش نسيت، نقط لحبسي حبسي نشوف الشربة شحاتني شربة صايمة. ده ثاني كذا الفلفل اللي قلت لكم محشي، بوراك بيان شور. مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا كيف الحال، قد غبت واليك اشتقنا. وهذه هي طويله تاعنا لنا يا راهو اذن باسكو ما يحبوا الحليب سخون، راهم يفرغوا فيه يحبوا ديراكت من البخاس والطاوة الفنجان اللي يشربوه، ما يحبوش يقعد سيرتو ماما تبقى تغلي فيه حتى لا تغنيغ مينوت تشربو هكذاك. هذه هي الطاولة تاعنا تاع العرضة اللي عرضتني اختي، قولها ربي يطرح لك البركة ان شاء الله، ربي يعطيك صحتك ويعطي، والماما قولها ثاني ربي يعطيك صحتك وان شاء الله سفرة دايما وجملة دايما ان شاء الله يا ربي. انا قاعدين اذكن اذن هاي فوالا هاي الشربة من نهات لكم في السيرفيس. و دارو مطلوكين هداك الخبز. بادون
وهذاك تورق العنب درنا سيت، درت ماما سيت صغيرة شغل سيه ثاني كتعبني بزاف نشربو في الفلفل من داخل. وهذه طابلة تاع السهرة تاعنا بعد ما راحت اختي غسلت الماعن. انا قلت لكم ما درت حتى حاجة، جيت روبو تاع روبو. راحت اختي غسلت الماعن ومن بعد كملت عاونتها اخت عاونتها بنتها يعني بنت اختي، ومن بعد سيقو حاشاكم، ومن بعد قعدت نوجد في طابلة تاع السهرة هذه، ومن بعد قعدنا درنا سهرة وعليها الكلام مع كلمات ومشيخة ما شاء الله. اللمة فغيمون رمضان يحب اللمة، وصلة الرحم ما شاء الله الحمد لله على كل حال. هنا اختي قالت لي صبري نضيف، قلت لها لا لا انا ما شربش تاي كي عدت انسانت. طيب تاي الله يبارك جا بزاف بنين، قلت لها ندوقو برك باسكو من لا كولا قاعد تربي فيها شهاني. هذه هي طاولة تاع السهرة، ثاني كل شيء أبار الحوايج هذوك اللي وريتهم لكم مشريين، كل شيء ثاني خدماته في الدار، هذوك اللي ميني باكيت تاع التختولات، الفلان نسيت الطابلة واش فيها الفلان، هذوك التحليات بالكراميل وكل شيء بنين، وصلاد دو فخوي كل شيء مخدوم في الدار. نقول يعطيك الصحة وبارك الله فيك وميرسي بوكو على العرضة اللي عرضتيها لي. ان شاء الله نخلفها لك في ساعة الخير ان شاء الله. وانتم ما خلو لي ابوني وجامو، باي باي.